مدينة ناطحات السحاب دبي تستقبل العام الجديد بافتتاح أحد مبانيها المتميزة، وهو برواز دبي، أكبر إطار للصور على كوكب الأرض. 4 أضلع ذهبية شكلت إطاراً ضخماً يبلغ طوله 150 متراً، يجمع دبي في لوحة واحدة. حاكت ألوانه الذهبية شعار إكسبو دبي الذي تستضيفه المدينة عام 2020. The frame looks amazing from outside. البرواز يبدو رائعاً من الخارج، ولكن أظن أنه أجمل من الداخل أيضاً. عندما كنت أشاهده من بعيد قلت إنه تصميم مميز وبسيط، ولكن عند زيارتي له تعرفت على دبي بشكل أكثر. برواز دبي لم يكن مجرد برواز فارغ من الداخل، إذ اهتمت بلدية دبي بإقامة متحف متكامل عن تاريخ ومستقبل المدينة. وتبدأ الرحلة بالتعرف إلى دبي قديما، ثم الصعود إلى القمة ومشاهدة دبي في وقتنا الحاضر، وتنتهي رحلة البرواز بمشاهدة مستقبل المدينة في عام 2050. برواز دبي هو مكان عصري، فيمكن مشاهدة دبي كيف كانت سابقاً أسفل البرواز، وهنا نشاهد دبي حالياً من الشمال والجنوب، كما يمكن للناس التصوير والاستمتاع. تطلب بناء هيكل برواز دبي 2000 طن من الفولاذ لتحمل هذا الجسر الممتد إلى 93 متراً، الذي يتمتع فيه الزوار بوضع أقدامهم على أرضيته الزجاجية ومشاهدة الأرض من هذا الارتفاع الشاهق. بألوانه الذهبية المستوحاة من انعكاس أشعة الشمس على صحاري الإمارات الذهبية، جمع هذا الإطار لوحة دبي الخلابة في برواز واحد. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، مدينة دبي.